نعم أمين، يبدو أن كارلوس كيروش يبقى المرشح الأقوى والأبرز لتدريب المنتخب الوطني في ظل كل الأسماء المطروحة. نعم أكيد، خصوصا أنه أولا يتقن اللغة الفرنسية بطلاقة، ثانيا يمتلك مسيرة كبيرة وثقيلة جدا، مدرب سبق له تدريب في ريال مدريد في فترة الجالاكتيكوس، كان مساعدا لسير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد، درب العديد من المنتخبات، وصل بإيران 3 مرات إلى المونديال، لذلك يعتبر واحدا من أحسن المدربين من أجل استخلاف الناخب الوطني السابق جمال الماضي على رأس العريضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري. ثانيا الجانب المادي، حين نتحدث عن كيروش قد يعتقد البعض لوهلة أن راتبه سيكون كبيرا جدا، ربما سيفوق راتب الناخب الوطني السابق. لا، راتبه أقل بكثير، راتبه ربما لن يتجاوز 150 ألف يورو في أقصى تقدير. المشكل في كارلوس كيروس أنه أينما حل وارتحل يعتمد على جهاز فني موسع. في المنتخب المصري هذا أحدث مشكلة لما أراد المنتخب المصري أن يتعاقد مع هذا المدرب، تخيل أنه فرض أن يتواجد معه سبعة مساعدين في الطاقم الفني، أبرزهم روجر ديسا هكذا جنوب إفريقي يأخذه معه أينما حل وارتحل، وهو مدرب جنوب إفريقي سابق وكان لاعب كرة سلة أيضا، وأوسيانو كروز وهو برتغالي من أصول إفريقية من أصول كاب فيردي من الرأس الأخضر، سبق له اللعب في ريال سوسيداد في أندية العديد من الأندية، كما سبق له تدريب في منتخب البرتغال لأقل من 21 سنة. هذين الاسمين هو أبرز اسمين يعتمد عليهما الناخب البرتغالي في مصر، كان لديه مساعدين فقط. نعم، خصوصا روجر ديسا الذي يعتبر تقريبا هو الناطق الرسمي باسم كارلوس كيروش، حتى وسائل الإعلام لما تريد التواصل مع المدرب كيروش أو معرفة أخباره مثلا في هذه الفترة التي يتواجد فيها دون فريق ويملك العديد من العروض، حينما تريد وسائل الإعلام أن تتواصل مع كيروش تتواصل مباشرة مع المساعد الجنوب إفريقي الإفريقي روجر ديسا، هو الذي يتحدث رسميا عن كارلوس كيروس. أمين، أعطيك بعض المعلومات في خصوص كيروس. لما كان مدربا للمنتخب المصري بإمكان حمدي أن يتدخل، كان يتقاضى راتبا يقدر ب 127 ألف يورو شهريا، يعني ما يعادل تقريبا 2.3 مليون جنيه مصري، يعني بالعملة المصرية. وكان اتحاد الكرة في مصر هو الذي يتحمل أعباء الضرائب، كان يمتلك مساعدين يتلقى كل منهما 30 ألف يورو شهريا. أنت تحدثت عن مسألة المساعدين، وكان يسكن بأحد الفنادق مقابل 7000 دولار شهريا، مع توفير سيارتين فخمتين للناخب المصري ومساعديه من أجل تنقلاتهم، كما أن الاتحاد المصري كان يتحمل تذاكر السفر مرتين في السنة له ولمساعديه من أجل قضاء الإجازات، بما أن مساعدوه وهو كانوا يتواجدون بشكل شبه مستمر في مصر. طبعا تقريبا هذه أهم البنود التي كانت في عقد كيروش. نعم، تعقيب فقط على مسألة تذكرتين السنويتين، ونفس ما وصل للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بخصوص مساعدي كارلوس كيروس. ممثل كارلوس كيروس أكد للاتحادية الجزائرية أن المساعدين سيحصلون على أو سيطلبون الحصول على تذكرتين سنويتين، وهذا يؤكد أنهم ينوون البقاء هنا في الجزائر والإقامة هنا في الجزائر من أجل العمل تقريبا بشكل شبه يومي مع المنتخب الوطني الجزائري. هذا إن تمت الأمور ووصل الطرفان إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة. المشكلة يا محمد، المعضلة ليست في كيف يعني المبالغ التي يتقاضونها، هي الفكرة ما تفهمش ليه عندنا احنا ما لازالت عقدة الخواجة حتى في المدرب الأجنبي، خاصة في بلدان زي مصر والجزائر وهي تمتلك العديد من المدربين الوطنيين الذين يمكن أن يحلوا في مكان أي مدرب أجنبي. صحيح ويوفر معك مبالغ رهيبة جدا، يعني احنا روي فيتوريا بياخد 200 ألف يورو، 200 ألف يورو الرقم اللي ذكرته عن كيروش حين ذاك كان يعادل بالمصري هذا المبلغ اللي ذكرته أنا ذاك.
دلوقتي كان وقتها تقريبا الدولار يساوي بالبنك حوالي 15 جنيه وشويه، دلوقتي في البنك يساوي 30 جنيه وشويه، يعني ضعف الضعف. ودلوقتي انت جايب مدرب، انت بتقول كيروش خد 137 او 127، ده بياخد 200,000. ارقام لما تيجي تترجمها بالجنيه المصري رهيبه جدا. اي مدرب وطني مش هياخد ربع المبلغ ده. من يتكفل براتب الناخب الوطني المصري؟ اتحاد الكرة. هناك ربما شركات راعية هي التي تتكفل بهذا الموضوع. لا لا لا، مش بشكل مباشر. ما هو اتحاد الكرة يعني كل اي سبونسرز اي كله مع تعاقدات مع اتحاد الكرة. اتحاد الكرة هو الذي يتحمل. وهو يتحمل بالضرر. ولكن هي الفكرة مش فكرة مبالغ خلاص. والله اذا توفر لدى اتحاد الكرة او اي اتحاد بصفة عامة اي مبالغ لتوفير مدرب، لكن النتائج احنا بنشوف النتائج دلوقتي. روي فيتوريا، كيروش يعني كان احسن، كان احسن من فيتوريا. هيكتور كوبر قبله وعلى مدار النتائج اقصى ما يمكن. احنا الحلم الوصول الى كاس افريقيا او الصعود الى كاس العالم، وماذا بعد؟ كلام فارغ. ف يعني ترى بان هذه المرتبات مبالغ فيها بشكل كبير جدا. هي بالنسبه ليهم، حتى بالنسبه ليهم كل واحد بيتكلم بعمله بلده. انت لما تكلمه هو ب 200,000 يورو مثلا، هو بالنسبه له 200,000 جنيه بالعمله بتاعته. ملوش دعوه بقى ان الجنيه كم يساوي امام اليورو ولا الدينار يساوي امام اليورو. ولكن اللي انا بشوفه انه كانه في تعنت. انا بالنسبه لي في الاتحاد المصري كانه في تعنت انه لا ناتي بمدرب وطني. على الرغم من انه يعني في ناس، في حسن شحاته الى الان يقول انا على استعداد اعاده العوده لتدريب المنتخب. حسام حسن موجود مرتين، وفي اسماء عديده مطروحه بشكل قوي جدا. او تعتقد ان مصر الحاصله على 7 كؤوس في كاس افريقيا وعلى مدار السنوات الماضيه لم تنجب من يستطيع قياده المنتخب الوطني، فشيء مؤسف للغايه. حتى في بيان الاتحاد المصري الجديد، انت مع تعيين مدرب محلي لمنتخب مصر؟ تعيين نعم. مش لانه في جزئيه مفقوده جدا لاي مدير منتخب. مع احنا خاصة احنا في المنتخبات العربية هناك في جزء حماسي دايما بيكون مفقود ما بين المدرب، وده يمكن اللي حصل في وقت عندكم، حصل عندنا في حسن شحاتة، حصل مع بالماضي اي ده بيكون مفتقد مع المدرب الاجنبي. العقلية الرسمية والتكتيكية البحتة معانا احنا كلاعبين عرب لا تكفي. في جزء من الحماس العاطفي ده بيلعب دور مهم جدا. الحاجة التانية، أنا ليه خليني حتى النصر نفسه في الانتصار، لما تيجي توصل لي خدت كيروش لما وصل لنهائي كأس أفريقيا السنة اللي فاتت، لو كان حد خد، لو فيتوريا كان وصل وخد البطولة نفسها، احنا بتحس إن الاحتفال ولا الإنجاز منقوص. نعم. علشان المدرب ليس وطني. نعم. سمير، لدي بعض المعلومات تقول بأن الفاف لن تدفع أكثر من 120 ألف يورو للمدرب الجديد. هل هذا المبلغ كافي للتعاقد مع مدرب عالمي؟ في ظل الأزمة المالية التي متواجدة فيها الاتحادية في الوقت الحالي، وسياسة رئيس الجديد برفقة أعضاء الطاقم يعني أعضاء المكتب الفيدرالي في جلب الأموال من شركات يعني كتمويل للاتحادية، هذه الأمور يخلي رئيس الاتحادية ينظر من الجانب المالي بدرجة أكبر قبل التعاقد مع أي مدرب في ظل الأسماء المتواجدة في السوق والتي تم تداولها في الآونة الأخيرة. يقول بعض المعلومات أنه رئيس الاتحادية في الوقت الحالي يتريث حتى نهاية كأس أمم إفريقيا للنظر فيما يخص هذه النقطة، قضية يعني الرتبة الشهرية للمدرب وأيضا الأسماء التي سيتم دراستها من طرف لكن اللجنة. هل بالنظر إلى ما هو متوفر في السوق وبالنظر إلى رواتب المدربين، هل مبلغ 120 ألف يورو كافي للتعاقد مع مدرب عالمي يليق بسمعة المنتخب الجزائري؟ مقارنة بما كان يتقاضاه الناخب الوطني السابق جمال بالماضي، نقولوا يعني أمر يعني يخلي الاتحادية تدرسه جيدا، لأنه اسم المدرب مربوط بالقيمة المالية ومربوط بالأهداف التي سيتم يعني تصطيرها مع هذا المدرب مهما كان اسمه في المستقبل مع المنتخب الجزائري.